اللجنه الوزاريه الاقتصاديه برئاسه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قررت النهارده تشكيل لجنه لمراجعه منظومه ترفيق وتخصيص الاراضي الصناعيه. اللجنه المفروض انها تعمل على يعني بعض المهمات، منها تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في توفير واتاحه الاراضي الصناعيه للمستثمرين. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن هذه اللجنه. معانا على تليفون مهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئه التنميه الصناعيه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. خليني اسال حضرتك في البدايه عن الحاجه اللي دفعت مجلس الوزاره انه يحتاج هذه اللجنه ويشكل هذه اللجنه. في اطار خطه الدوله للتنميه الشامله اتخذت الدوله اجراءات عديده لاتاحه الاراضي الصناعيه للمستثمرين وتسهيل الاجراءات بالنسبه لهم. قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية سهل الإجراءات، وكان يجب أن يتوافق معاه كمان إجراءات ميسرة وسهلة وفعالة على الأرض لإتاحة الأرض الصناعية للمستثمرين، نظرا لأن كل الإجراءات الاقتصادية المهمة اللي قامت بها الدولة في الفترة اللي فاتت أسفرت عن إقبال استثماري ملحوظ من المستثمرين على التنمية الصناعية، وهي أحد أهم محاور التنمية المستدامة في خطة الدولة النهاردة. طب كويس، أمال إيه المشكلة بقى؟ المشكلة إن مع هذا الإقبال السريع من المستثمرين يجب يكون في خطة سريعة لإتاحة الأراضي الصناعية بإجراءات أسهل وبشكل فعال، بحيث إنه يتيح لكل مستثمر صناعي عايز يشتغل بكرة إنه يلاقي الأرض الصناعية المخصصة ليه. طب ده مش موجود؟ يعني قبل تشكيل اللجنة ده ما كانش الوضع ده قائم؟ كان موجود ولكن كان بيخضع لإجراءات أكثر تعقيدا، وكان فيه زي ما نقول ندرة شوية في الأراضي الصناعية، على الرغم من أن أي تنمية صناعية طرحت في خلال السنتين اللي فاتوا حوالي 28.5 مليون متر مسطح، ولكنها لا تزال لا تكفي حاجة المستثمرين الصناعيين، فيجب يكون في خطة أكثر فعالية على الأرض علشان نقدر إن احنا نوفي احتياجات الاستثمار الصناعي. طيب. ألو؟ ألو؟ أيوة يا فندم. طيب، عايز أسأل حضرتك برضو على نقطة. كان من فترة تم الإعلان عن الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر. أعتقد من حوالي 6-8 شهور بالتحديد. يعني ليه ما فكرناش في النقطة دي وإحنا بنحط الخريطة دي؟ الخريطة دي كانت في منتهى الأهمية، وأنا فاكرة كويس إنه الحدث يعني كان مهم بالنسبة للأوساط الاقتصادية والاستثمارية، لأنها أول مرة تعلن خريطة زي دي، فليه ما تحطش في الاعتبار مشكلة زي دي؟ محطوط في الاعتبار يا فندم. الخريطة الاستثمار الصناعي حطت فرص استثمارية عديدة على هذه الخريطة، وصلت دلوقتي لحد حوالي 5000 فرصة استثمارية. الفرص دي مبنية على الاحتياج المحلي وسد فجوة سوقية وتقليل الفجوة الكبيرة بين الاستيراد والتصدير، ومبنية أيضا على مجموعة من الصناعات اللي ليها تنافسية عالمية، بحيث أنها ممكن أن هي تقدر تتصدر بتنافسية جيدة. هنا الفرص دي كلها محتاجة أراضي صناعية علشان تتوفر عليها تشتغل عليها. احنا وفرنا 28.5 مليون متر مسطح صحيح في سنتين، مقابل 9 مليون كانت الهيئة طرحتهم خلال العشر سنين السابقة، ولكن نتيجة الإصلاحات الاقتصادية اللي حصلت في الفترة اللي فاتت فتحت شهية المستثمرين الصناعيين للاستثمار في مصر الحمد لله. فبقى في يعني طلب زيادة؟ في طلب زيادة على الأراضي، والعرض قليل، والعرض لسه مش على قد الطلب اللي موجود. طب اللجنه دي من ضمن مهامها انها توفر اراضي يعني للاستثمار الصناعي، تحط اليه توفير الاراضي الصناعيه وكذلك تسعيرها واسلوب طرحها وتخصيصها للمستثمرين لتسهيل الاجراءات دي كلها. من امتى من المفترض تخلص اللجنه يعني هذه المهام؟ ان شاء الله باذن الله اللجنه هتبتدي اعمالها في اسرع وقت ممكن على طول، وفي خلال شهرين ثلاثه بالكثير تكون انهت الاجراءات. مين اعضائها؟ فيها ممثل فيها وزاره الماليه هيئه المجتمعات العمرانيه وهيئه التنميه العمرانيه وهيئه التنميه الصناعيه ولفيف من رجال الصناعه ورجال الاعمال
علشان برضو رأي المجتمع الصناعي يهمنا في النتيجة اللي هنطلع بيها في الآخر. طيب حضرتك بتقول انه غالبا هتاخد لها شهرين ثلاثة لحد ما تخلص. ان شاء الله. طب في الفترة دي بقى اللي يعني لحد ما يخلص شهرين ثلاثة، التعامل هيكون ازاي؟ التعامل بالطريقة اللي موجودة حاليا، والأراضي موجودة للإتاحة للصناعة، وفي صناعات اوريدي بتتخصص لها أراضي كل يوم. ولكن الهدف من هذه الإجراءات من هذه اللجنة تسريع هذه الإجراءات وإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية. طيب هل هتكون من مهام اللجنة كمان نقطة الخاصة، حضرتك قلت أنا عايز تسهل الإجراءات، يعني هيكون في آلية أو قواعد معينة للي عايز يحصل على أرض لتخصيصها لترفيقها، كل ده اللجنة المفروض أنها يعني تنظر فيه؟ بالظبط، تحط القواعد بتاعته. بالظبط يا فندم. يا فندم بس انا حقيقه مستغربه جدا ان يعني واحنا بنتكلم طول الوقت على الاستثمار ومناخ جاذب للاستثمار ان احنا بنعمل لجنه دلوقتي. لا ما تستغربيش حضرتك، لسبب ان هي منظومه كامله بتتحل كلها مع بعض. احنا سهلنا قانون التراخيص الصناعيه واقتصرنا مده ترخيص المصنع من 635 يوم و11 جهه انفولفد فيها الى 7 أيام فقط من جهة واحدة. مزيد من الأراضي الصناعية، كل دي إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ومع التركيز على الاستثمار الصناعي لأنه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة. طيب النقطة المتعلقة يعني حضرتك قلت انه من ضمن مهام اللجنة توفير آلية لطرح مزيد من الأراضي، بما انه واضح انه في يعني طلب أكتر من العرض، هل ممكن يكون في اقتراح بدائل؟ ممكن جدا، وعشان كده اللجنة بتنظر في جميع البدائل المتاحة، واضعين في الاعتبار ان احنا حطينا هدف من الأول ان احنا بناخد المطور الصناعي او المطورين الصناعيين كشريك اساسي في التنميه، بحيث ان هو يقوم برضه بدور اساسي في اتاحه الاراضي الصناعيه جنبا لجنب مع الدوله. نعم. بشكرك شكرا جزيلا مهندس احمد عبد الرازي رئيس هيئه التنميه الصناعيه.